Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İhvani ile izza. Cina ile münada. Velakin el münada bi mana el mef'ulu bi. Huzife fi'luhu yani. Hada tarif ehem cidden. El münada yani tariful münada. Huve nev'un min el mef'ulu bi. Ellezi huzife fi'luhu. Yani hada semi'tu evvela merra. في هذا الكتاب يعني هذا التركيب يعني تعريف فقولك يا عبد الله مساوي في الاعتبار النحوي لقولك أنادي يا عبد الله يعني يعني مفعول به لأنادي يعني تمام هذا أهم ولما كان للمنادى أحوال مخصوصة يعني توجد أحوال مخصوصة للمنادى فقد أفردنا له هذا البحث الخاص يعني مستقلا بينا مسألة المنادى أفردنا هذا يعني ما هي أحوال مخصوصة للمنادى أولا أحرف النداء يعني ما هي أحرف النداء أحرف النداء سبعة همزة أي أيا آي تمام آي أو آ نحن نستعمل في اللغة التركية هيا أو هيا و يا فهمتم؟ هيا بدون شدة يعني هيا أو هيا هكذا أعرف يعني يمكن أن يكون خاطئا أن أكون خاطئا فالأوليان يعني همزة وأي ينادى بهما القريب أي علي أي جميل للقريب والبواقي ينادى بها البعيد تمام يعني آيا آي آي ما عدا وا وا استثناء التي ينادى بها المندوب خاصة يعني المندوب بمعنى يدعى خاصة يعني خاصة وتمتاز يا وتمتاز يا بجواز حذفها قبل المنادى يعني يمكن أن يحذف يعني قبل المنادى يا يعني يعني نحن نحذف يا يعني يجوز ولكن في الأخريات لا لا يجوز ها أحوال المنادى وإعرابه إذن ويوجد مندوب خاصة ينبغي ألا ننسى هذا هو يبين هذه الجملة بعد ذلك مندوب شيء نوع من المنادى ولكن حالة خاصة يعني يأتي إن شاء الله أحوال المنادى وإعرابه كيف نعرب كل اسم يراد نداؤه لا بد من أن يكون على حالة من خمس أحوال يعني المنادى في الإعراب يعني توجد في خمسة أحوال في خمس أحوال أولا معرفة مفردة يعني يكون المنادى معرفة معرفة أنتم تعرفون إما يكون علما وإما يكون ب يعني ألف لام التاء وهكذا أو يكون مثلا مفردة ولكن أي معرفة مؤلفة من كلمة واحدة تمام؟ يعني هذا لا يدخل فيه المضاف المضاف أيضا كما تعرف معرفة ولكن ليست بمفردة هنا المفردة في معنى يعني غير التركيب ليست مركبة يعني يعني مفردة يعني مركبة بمعنى تتشكل من كلمتين أو أكثر ولكن مفردة كلمة واحدة يعني مثل الرجل خالد فهمتم هذا؟ اسم مضاف تمام؟ مثل عبد الله عبد الله كاتب الرسالة لماذا قلت عبد الله؟ لأن كثيرا ما اسم مضاف يكون منصوبا في المنادى يعني ولكن الآن نحن لا نتدخل في هذا الأمر هو يبين كل شيء اسم شبيه بالمضاف هذا أيضا مهم تمام
Leyse bi mudaf ve lakin ismun şebihun bil mudaf. Keyfe ve huve ma taallaka bihi şey'un yani ila el mudaf min temami ma'na. Miklu rakibun derracetun. Yani rakibun derracetun. Derrace yani bir mana bir lügat Türkiye bisiklete binen. Rakip eydan binen. Fehimtum? Yani itmam min itmami mana ve lakin leyset bi mudaf. Tamam? Sümme errabi' nekira maksuda. Hada ehem cidden. Ya cemilu ya Allah. İza kâne maksudan yekûnu mebniyen alel merfû. Alel raf. Seyeti hâzil umur. La tetedekhalu. La tetedâkeru. Nekira maksuda. Ve hiye en nekiratul muayyene. Hey çocuk. Velakin uşiru ila yani ila veledin ma'lum. Kenidâike li raculin emâmeke. Mitlu racul. وايضا نكره غير مقصوده وهي النكره غير المعين كنداءك لرجل غير معين من الناس مثل ادم ادم ولكن رجل رجل من بين الرجال يعني لا تقصد رجلا معينا اذا اولا مفرده معرفه مفرده اسم مضاف اسم شبيه بالمضاف Nekire maksuda, nekire gayru maksuda. Vel munada. Ah. Kema tekaddeme. Ca ile l-i'rab. Mef'ulun bih li fi'lin mahsufin. Eleyse kederik. Kulna mef'ulun bih. Nabet edaten nidai menabehu. Yani edatun nida elleti raynaha tenubu anil fi'lil. Eleyse kederik. Naam. فكان طبيعيا ان يرى في جميع احواله منصوبا هذه قاعده عامه اذا كان المنادى نوعا من المفعول به اذا ينبغي ان يكون منصوبا ولكن ليس هكذا فلذلك يبين كثير من الطلاب حتى بعض العلماء يعني مع الاسف الشديد يختلط عليهم هذا يعني. ولكنه على غير انتظار يرى مبنيا على الضم في محل نصب يعني في بعض الأحبال ترى المنادى يعني مبني على الضم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة إذن توجد استثناءات من أن يكون المنادى منصوبا دائما هذه قاعدة ولكن استثناءات توجد وذلك في حالتين في حالتين يعني مبنيا عن الضم إذا كان معرفة مفردة تمام يا خالد يا أيها الكافرون هذا أيضا داخل فيه أو نكرة مقصودة كندائك لرجل واقف أمامك بقولك يا رجل يا جميل يا الله يا جميل يا الله هكذا أما في الأحوال الثلاث الباقية ما بقي اسم مضاف اسم شبيه بالمضاف نكرة غير مقصودة ثلاث حالات بقيت أليس كذلك إذن فهو منصوب والله ينبغي أن تحفظوا هذه القاعدة يعني. في حالتين مبني على الضم في حالة كونها نكرة مقصودة وفي حالة كونها معرفة مفردة بمعنى غير مركبة تمام؟ مثل يا كاتب الرسالة يا راكبا دراجة يا رجلا دافع عن وطنك تمام ها نداء المحلى بالأل هذا أيضا مهم محلى يعني بالأل إذا كان الاسم الذي يراد نداؤه محلا بالألف واللام يعني إذا كان لم يمكن دخول أداة النداء عليه يعني إذن فلا يقال يا الرجل لماذا؟ لأنه يعرف لا تحتاج إلى ندائه
ولذلك يضعون بين أداة النداء والاسم المحلى بأل كلمة أيها، يا أيها الكافرون، بسبب الكافرون لا تأتي قبلها أي أداة من أدوات النداء، نحن أتينا أيها. يا الرجل مولى لا يوجد هذا. فلذلك يا أيها الرجل، أيها ينبغي أن يأتي، فيقال يا أيها الرجل. والله هذه قاعدة ينبغي أن تحفظوها، يعني أليس كذلك؟ ولكن النداء في هذه الحالة ليس لكلمة الرجل، بل هو لكلمة أي. هنا النداء أي، والرجل عطف بيان لها. الكافرون، قل يا أيها الكافرون، أي منادى، الكافرون عطف بيان. إن كان جامدا ولكن كما مثل، أما إن كان مشتقا، أنا أخطأت، يا أيها الكافرون، الكافرون مشتق ليس بجامد. إذن فهو صفة لها، صفة لأي، مثل يا أيها المتكبر إتد، نبو إتأت، لا أعرف ما معنى هذا، أتئد، لا كذا، والله لا أعرف. يعني أي منادى ومتكبر صفة، تمام أخي؟ نعم نعم، المتكبر صفة، إذا كان جامدا يكون عطف بيان، وإذا كان يعني كيف نقول، ينبغي أن تقول مشتقا، إذا يكون الصفة. ياء المتكلم مع المنادى، كيف يعني؟ بمعنى ربي حسبي إلا الله. أخي فاسمع فاستمع، ياء المتكلم مع المنادى كيف يكون؟ إذا اتصل بالمنادى ياء المتكلم كربي وحسبي، جاز لهذه الياء أن تحذف. ربي، ربي اغفر وارحم، في الآية يأتي، يعني يمكن أن تحذف هذه الياء وتبقى في آخر الاسم المنادى كسرة تدل عليها، تدل بأن الياء حذفت. ربي اغفر وارحم، هذه آية، مثل يا عبادي فاتقون. يعني توجد ياء المتكلم هنا حذفت وبقيت بدلها الكسرة، يعني قاعدة مهمة جدا. يعني يا عبادي، ويجوز قلب الياء ألفا، تمام؟ يعني حذف الياء أو قلب الياء ألفا. يا صديقا وخسرة، يعني صديقي ما ناصنا، أي يا صديقي. وإذا كان المنادى أيا أو أم، أبا أو أما، هذا مهم جدا، أمي أبي، جاز في الياء أيضا أن تقلب تاء مفتوحة أو مكسورة، يعني يمكن أن تقلب الياء، هذا أيضا أهم، إلى التاء، إما مفتوحة أو مكسورة. تقول يا أبتا، ولكن في القرآن الكريم يا أبتي، التاء قلبت من الياء ياء المتكلم، يعني يا أبي في معنى يا أبي. يا أمتا، يعني يا أمتي، يا أمي عفوا، أي يا أبي يا أمي. أخي أظن هذا البحث مهم جدا، وأنا أود أن نبقى هنا، أليس كذلك؟ يعني غدا الترخيم مهم، وأيضا تعجب، ندبة، كثير من أنواع المنادى نقرأ، يمكن أن يعني نقرأ من البحث الثاني، ولكن اليوم هذا يكفي لكم، يعني أليس كذلك؟ جزاكم الله خيرا كثيرا، وعلمنا الله علما نافعا، ما شاء الله.